اهلا وسهلا برنامج حول المملكة. المتحف يمثل حقيقة الحقبة التاريخية التي مرت بها الجزيرة العربية على وجه الخصوص، ابتداء من العصر الحجري إلى العصر الزراعي إلى العصر الرعوي إلى العصر الحديث. كانت بداية هواية جمع التراث والآراء والموروث الشعبي انطلاقا أو بداية من وفاة الوالدة رحمها الله، فبدأت تهتم بمحتوياتها وبأشيائها القديمة. رأيت أن أبناء المحافظة أو المحافظة في حاجة إلى متحف يخلد تاريخ المحافظة، فوجدت أن ما لدي من محتويات أو أثار أو تراث وموروث شعبي تكفي لشيء من هذا الغرض، بدأت في عرض هذه المعروضات. طبعاً المتحف يشتمل على جميع أنواع الأسلحة، جميع أنواع العملات، جميع الأشياء اللي كانت مستخدمة في كل عصر، مروراً بالعصور الأربعة حتى وصول إلى عصر الحديث أو العصر الصناعي. هذا داخل المتحف هنا، ولكن الخارج برضه فيه أقسام متعددة للأشياء الكبيرة زي سيارات، وسائل حفظ المياه، الآبار، شلالات المياه أو الشهريز المو حفظ المي، فجميع أنواع وتطور مدينة محافظة أملج من البداية حتى النهاية كلها في الخارج.